السلام عليكم ورحمه الله. اليوم ان شاء الله غادي نديروا معكم واحد الزواقه. انا هنايا دابا درتها في الحرير. كيجي بها لي كاب، كتجي بها بحال هكا، كديري داك الشال كبير اللي كتلوحي على كتافك، تخدمي بها التريكوات للوليدات والبنيات، اي حاجه بغيتي تخدميها بها الزواقه كتجي زوينه وبسيطه. انا دابا انا وريتها لكم هنا، ولكن غادي نخدمها لكم ان شاء الله في الحرير باش تشوفوا كيفاش كتجي عاوتاني في القفطان او في الجلابه او في اي حاجه بلديه. باللي بغى يخدم في البلدي راه يخدم في البلدي، اللي بغى يخدم شي حاجه روميه راه تيخدمها روميه. بحال هكا كتجي في التريكوات، دابا جاي البرد في الطواقي، في لي شال ديال البنيات الصغار، اي حاجه. بسم الله على بركه الله. حنا ثبتنا الخيط بحال هكا، كانت نثبتوا الخيط قبل باش كنربحوا الوقت. كنديروا هذه راه الاول ديالها ما كنحسبوهاش، كنديروا عمود، كنديروا ثلاثه سلسلات، كنديروا عمود. حنا راه كنا دايرين غرزه حشو، دايرينها في هذا الحبيك ديال الثوب، ها انتم شفتوا معايا هنا ما كنديروش العمود، كنديروا العمود وسط هذوك جوج، نديروا ما كنديروش سلسله، كنديروا سلسله وسط هذوك جوج اعمده، كنفوتوا واحد جوج ثلاثه اربعه، كنديروا هنا عمود ثلاثة سلسلات، كنزيدو ثاني عمود في نفس العين. وهنا ما كنديروش سلسلة، كنجيو نيشان واحد جوج ثلاثة أربعة، كنديرو عمود بحال كتشوفي الثوب كيتجمع لك شوية. ثلاثة سلسلات هو راه ملي كديرو هاديك السلسلات كيتجبد كيرجع، وكنمشيو بحال هكا حتى كنكملو السطر، وكنمشيو بحال هكا مع السطر حتى كنكملوها. بعد ما كملنا السطر وانتوما شفتو معايا، دابا غادي نبداو. انا ثبتت الخيط، غادي نجي الوسط ديال هادي وغادي ندير غرزة حشو، كندير سلسلة وحدة، وكنجي هنا الوسط ديال هادي وكندير عمود ثلاثة سلسلات عمود. كنجي هنايا كندير غرزة حشو، كنجي عاوتاني هنا عمود ثلاثة سلسلات عمود، كنعاود ثاني هنا غرزة حشو، كنمشي بحال هكا بالصف حتى كنكمل السطر بحال هكا. انا غنزيد معاكم باش تفهموا، كنجي هنا كندير عمود ثلاثة سلسلات عمود، هذاك عمود كنحط كنشدوه في منزلقه اللي فاتت درنا منزلقه، كنجيو هنا عاوتاني غرزة حشو، وكنمشيو مع السطر بحال هكا حتى كنكملوا هاد السواقه بحال هكا. بعد ما كملنا السطر بحال هكا غادي نجيو هنايا، غادي نعمرو هنا اربعه عميده، لا اله الا الله وحده لا شريك له، أربعة الأعمدة سلسلة. أربعة الأعمدة، سمحوا لي سمي الأذان، درنا أربعة أعمدة أخرين، كنجيو هنا وكنديرو منزلق، كنجيو عاوتاني هنا تنخدمو أربعة أعمدة. سلسلة
أربعة أعمدة. بحال هكا كنجيو هنا كنديرو غرزة منزلقة. كنمشيو بحال هكا حتى كنكملو السطر. بعد ما خدمنا السطر الثاني انا زدت خدمت السطر الثالث. كتبقاي غاده بها في ديك الزواقه بحال هكاك حتى كديري القياس اللي بغيتي. دابا انا هذه دايرها على كفاها ان بحال هكا كتخيط بحال هكا على الثوب. عاد كتقدري ديري هنا شي سنينات او ملاقيه او تقدر تجيب جلابه بحال هكا ملاقيه بحال هكا تجي زواقه بحال السفيفه. شوفوا معايا ديروا السطوره اللي بغيتو. بغيتو تزيدو ديروا ربعات ديروا ثلاثة ديروا على حسب ديروا جوج على حسب العرض اللي بغيتو في الزواقة. ولا عجبكم الفيديو تابوناو معانا وما تنسوناش من اللايكات. والسلام عليكم ورحمة الله.